السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. ولا كنتو أول مرة كتشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا، ما تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل فيديو جديد وكل خبر جديد طبعا فضلا منكم وليس أمرا. الإعلامي صامت غيلان يرد على أخت الفنانة دنيا باطمة إيمان باطمة بالنسبة للستوري اللي نزلت اليوم واللي دار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. غادي نخليكم مع الفيديو والستوري اللي نزلت إيمان باطمة على الحساب ديالها. السلام عليكم. في إطار النقاش كاين واحد ستوري كتقول بغيت نناقش هذه المسألة تاع اللقاح بموضوعية، خصوصا مع الناس اللي تيقولوا أن اللقاح ضروري ومهم. انا كنقول بان اللقاح ضروري ومهم وماشي بوحدي. لحد الان وبصريحه المسؤولين تيقولوا ان اللقاح لا يحمي من الفيروس ولا يحمي من العدوى. المسؤولين ما كيقولوش ان اللقاح لا يحمي من الفيروس ولا يحمي من العدوى، المسؤولين كيقولوا بانه لازم احترام التدابير الاحترازيه واخا نكونوا ملقحين حتى نلقحوا 80% من الساكنه ونتمكنوا من انها تكون عندنا المناعه الجماعيه. اذا واخا الانسان كيكون ملقح بما انه المرض كيدور فكل واحد فينا خاصو يحترم التدابير الاحترازيه اللي هي لبسوا الكمامه، نغسلوا يدينا مزيان، نحافظوا على مسافه الامان ونتجنبوا التجمعات. بمعنى كمان هذا السطوري ان واحد داير اللقاح يقدر يتصاب بالفيروس، وهذا الشيء اللي اكدوا الواقع. بزاف ديال الناس تصابوا بكورونا من بعد ما داروا اللقاح، وبمعنى جوج انه يقدر ينقل العدوى لشخص اخر. فعلا الهدف ديال اللقاح الاساسي هو التخفيف من الاثار ديال المرض. يعني بزاف ديال الناس جاتهم كورونا وهما ما ملقحينش، مشاو لاغيانيماسيون ولا مشاو كوما. بزاف ديال الناس ملقحين وانا واحد منهم، الحمد لله الاعراض كتجيهم اخف، خصوصا الى بادروا انهم ياخذوا البروتوكول ديالهم بكري. وانتي كتعرفي بانه هناك متحورات جديده ديال كورونا كل مره، ومن المهم انه يكون الانسان ملقح باش كيكونوا عنده لي زونتيكور وهذوك الاعراض كيجيوه اخف ديال المرض. وبمعنى جوج انه يقدر ينقل العدوى شخص اخر، يقدر ينقل العدوى شخص اخر، لان كاين اللي ملقح ويجيه المرض حتى هو واخا يكون اسيمبتوماتيك، يعني ما عنده حتى شي سيمبتوم، والا ما لبسش الكمامه ديالو والا ما احترمش مسافه الامان يقدر ينقل العدوى. السؤال اللي كيطرح نفسه في هذه الحاله، شنو الفائده من هذا اللقاح الا ما كانش غادي يحبس انتشار الفيروس؟ اولا اللقاح ما عمر الهدف ديالو ما كان انه هو يحبس انتشار الفيروس. اللقاح الهدف ديالو الاساسي هو انه يحمي الناس ضد الاعراض الخطيره ديال كورونا، ومن بعد ملي غادي يتلقح كلشي وغيدور المرض ما بين قوسين باعراض اخف كتكون هناك مناعه جماعيه. لان كاين دول في اوروبا اللي راهنوا على المناعه الجماعيه والفيروس مازال ما كاينش اللقاح ديالو، وشتي شنو وقع عندهم، مثل ديال اسبانيا وديال ايطاليا وديال فرنسا ودول واحد اخرين. يعني بعباره اخرى من ناحيه نقل الفيروس بحال اللي داير اللقاح بحال اللي ما دايروش. لا لا لا، ماشي بحال اللي داير اللقاح بحال اللي ما دايروش، وحنا تفاهمنا بانه اللقاح بحال هذاك اللي كيلبس الصمطه ديال الامان، حزام الامان في الطوموبيله، يقدر يدير لاكسيدون، ولكن 50% ديال الناس ما كيموتوش لانهم لابسين الصمطه ديالهم. 80% ديال الناس حتى 90% الاعراض ديال كورونا كتجيهم اخف بكثره، هادشي الا ما جاتهمش كورونا كاع، لانه كاين بزاف ديال الناس اللي ما كتجيهمش لانهم ملقحين. وحاجه واحده اخرى اللي هي مهمه واساسيه هي انه الاعراض كيجيو اخف. وكاين واحد المساله خطيره واحده اخرى، هو انه بزاف ديال الناس كيكونوا ملقحين ولا ما ملقحينش كيجيهم الاعراض ديال كورونا، ولكن كيديروا لو ديني دو لا مالادي، كيقول لك لا راه غير واحد، لا رانا ما مريتش. إذا جات كورونا وتعطلتي 5 أيام ولا 6 أيام وأنت فيك لي سيمبتوم عاد تبدا، يعني راك ديتي لو 7 جور ديال لا مالادي، يعني في النهار السابع، يعني راه هذيك الدواء يقدر ما ينفعكش. لازيتروميسين اللي غتاخذ، الفيتامين سي والزنك وهذاك لونتي كواغولون ايتو يقدر ما ينفعوكش في اخر المطاف. واخا السؤال الثاني، هذوك اللي كيقولوا خاصك تلقح من اجل سلامه الاخرين، ياك انت داير اللقاح اذا علاش غتخاف من واحد ما ملقحش؟ هو الصراحة أنا ما فهمتش هذا السؤال مزيان، ولكن أنت راه قلناها، وخا تكون ملقح يقدر واحد يجي يلصق فيك المرض إلا هو ما احترمش التدابير الاحترازية. وهاد المسألة راه هي واضحة، غنتلقحوا غنخافوا على راسنا وغنخافوا على الناس اللي دايرين بينا. لأنه مثلا أنت أنا باش مرضت بكورونا، راه مني مرض ولدي ولا عندي المرض داخل ليا للدار، راه ما ناخذوا الاحتياطات وما قديناش نتفاداو حيت كتولي عند كورونا في الدار كاملة. إذا تصور هذا ولدي نقل لي المرض مثلا وأنا نقلته لمراتي، تصور الناس اللي عندهم والديهم كبار ويقدروا يموتوا بسبب أنه واحد سيد متهور
مشى لعب في الزنقة ولا مشى مع أصحابه قس معاهم ولا دور جوان ولا دار أي حاجة ويجي يلصق المرض في عائلته. إذا قلتي أنك خايف من العدوى هذه يعني أنك معترف ضمنيا بأن ذاك اللقاح ما لا يقل والو، المهم هادشي غير الإطناب. واش فهمتيني؟ والمشكل اللي عندك أختي إيمان هو أنه تطرحين أسئلة بصيغة أدبية لأجل مسائل علمية، عرفتي بحال ديك الصراع اللي كاين ما بين الفلسفة والدين، هو أن الدين كيعطي أسئلة مغلقة والفلسفة كتطرح أسئلة مفتوحة. هذا نمشي على ديك الشيء، علاش لو بوست ديالك تخاد بأنه شوية ماشي محرض بين قوسين ولكن فيه شوية ديال الاستهتار في الطريقة ديال طرح الأسئلة، ماشي رفض للرأي الآخر. وإذا قلتي أنك ما خايفش من العدوى، إذا لاش هذا الهجوم على الناس اللي ما دايرينوش؟ باقي عاوتاني كنطوروا الهضره وكنعلقوها، كنظن بأنه الشروحات كاملين تعطاو. مع احتراماتي ليك أختي إيمان، أنا ديما كنطيح مرة في دي بوست ديال الحوايج كنتي هضرتي عليهم على الكوا مسطحة على بزاف ديال الحوايج، ما حريتك الشخصية هذيك. ولكن ملي تكون مسألة مصيرية بالنسبة للوطن وبالنسبة للشعب، خاصنا نخدموا عقلنا شي شوية وندوفوا في هذه المسائل بطريقة اللي هي عقلانية. تبارك الله، شكرا لكم خوتي على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.